حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا الصدد ندعو الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد. إننا نتطلع لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفس جديد وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقاط الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة، وسيرا على المقاربة التشاركية التي نعتمدها في القضايا الكبرى كمراجعة الدستور والجهوية الموسعة. فإننا ندعو إلى إشراك كل الفئات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية للأمة، كما ندعو للتحلي بالموضوعية وتثبيت الأمور بمسمياتها دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة حتى وإن اقتضى الأمر الخروج من الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي. إننا نريدها وقفة وطنية جماعية قصد الانكباب على القضايا والمشاكل التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل التي نطمح إليه. وإن نؤكد حرصنا على متابعة هذا الموضوع، فإننا ننتظر الاطلاع على كثب على المقترحات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور محليا وجهويا. لذا ما فتئنا ندعو للتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة.